صابر. خير يا باشمهندس وليد؟ مش وليد برضو؟ أنا عارف من الأول إن أنت ما كنتش هتصدق. ما كنتش هصدق إيه بالظبط؟ إنك عماد؟ ويهمك اسمي في إيه؟ ويهمك أنا مين في إيه؟ وإيه اللي يهمني؟ غرضي ونيتي وسبب وجودي جنبك. أنا وجودك جنبي ما يهمنيش بأي صفة. أنا عايزك تديني فرصة. فرصة أثبت لك فيها حسن نيتي. ربنا وحده هو اللي بيدي الفرص. يا وليد. أنا مش زيهم يا صابر. اللي شفته منك ما بيقولش كده. ما سألتش نفسك ليه إبراهيم بيتعامل معايا ومصدقني؟ عشان أنت كذوب. عرفت تكذب عليه ودخلت عليه بدخلتك، لكن أنا لا. صابر المداح ما بيضحكش عليه. تمام. بس برضه هفضل حواليك. ده اللي معاك مش ضدك. سلام عليكم.